أهلا بكم أعزائنا طالبات وطلاب الصف الثالث الثانوي في حلقة جديدة من حلقات اللغة الألمانية. إن شاء الله تكون جميلة النهاردة ونسعد بيها. في البداية نحب نقول لكم هالو ماني شيلر إن شيلر رينن und wir wünschen euch viel Spaß und viel Glück dabei zu haben. طبعا دي حلقة جديدة ودرس جديد وإن شاء الله تكون بداية موفقة في العام الدراسي الجديد. بدايتنا بتكون من لكتيون 10 شريط A ودي الخطوة الأولى في الدرس. Unser Ziel für heute, هدفنا النهاردة. Die Schüler können ihre Körperteile benennen und über Schmerzen sprechen. يعني إيه الكلام ده؟ أكيد شايفين الولد اللي في الصورة. الولد اللي في الصورة ماسك دماغه أو راسه وأكيد بيتكلم عن جزء من أجزاء جسمه. اللي هو الكيرفر تايل. فإحنا أول هدف لينا النهاردة إن إحنا نتعرف على أجزاء الجسم، والهدف التاني إزاي أشتكي من أي وجع في الجزء ده من الجسم. فأكيد شايفين المثال بيقول إيش هابي كوب في شمعتن. كوب هنعرف حالا إن هي الرأس، وطبعا شمعتن اللي هو الألم أو الوجع. فلما Ich habe Kopfschmerzen, يبقى ده اللي هو الصداع. وقيسوا على كده باقي أجزاء الجسم اللي إن شاء الله هنتعرف عليها حالا ونقدر نعبر عن أوجاعنا منها. شوف كده وأكيد يكون الكلام سهل. أكيد شايفين قدامي دلوقتي في صورتين. البداية للأوبر كوبرتايلة اللي هو الجزء العلوي من الجسم، وفي ريشتن زايته واللينكن زايته. الريشتن زايته اللي هي الجانب الأيمن من أجزاء الجسم، وأكيد شايفين بدايته بداس أوجه. داس أوجه وبيشير إن هي العين. طيب وتحتيها على طول بيقول دي نازل وبيشير للأنف، وتحتيها داموند اللي هو الفم، وطبعا أكيد شايفين دير أرم وكمان der Bauch. ده auf der rechten Seite الجانب الأيمن. auf der linken Seite في الجانب الأيسر من الصورة أكيد. das Haar وبيشير للشعر، و der Kopf وأكيد دي الرأس كاملة، الشعر أو كل أجزاء الرأس. das Ohr وأكيد شايفين بيشير للأذن، وده هالس اللي هي الرقبة، وده ركن وبيشير للخلف أو الجزء الخلفي اللي هو الظهر. يبقى في ريشتن زايته وفي لينك زايته. أو في ريشتن زايته في داس أوجه، دي نازه، ده موند، ده أرم، ده باوخ، داس هار، ده كوب، داس أور، der Hals, der Rücken. طيب ده الأوبرتايله أو الأوبركوبرتايله اللي هي أجزاء الجسم اللي هي العلوية. في الصورة المقابلة أكيد شايفين في الأونتركوبرتايله أو الأجزاء الجسم السفلية، وأكيد بيشير أول حاجة دي هاند اللي هو كف الإيد، وكمان ده سباين اللي هي الساق، ده فوس اللي هو القدم الجزء السفلي من القدم. وطبعا او ده لينكن زايته بيشير لجزء من اليد اللي هي ده فينجر، اكيد شايفين الاشاره لاصبع من الاصابع. ودي كلها الكيربر تايله اجزاء جسم ده منش البني ادم او الانسان. عايزكم تركزوا كويس عشان حالا هنلعب لعبة من ألعاب الذاكرة. إيه اللعبة من ألعاب الذاكرة؟ نشوف مع بعض ونشوف إيه أخبار الذاكرة. يا رب تكون قوية ونقدر نكمل التمرين ده. ده ولد والأسهم بتشير لأجزاء جسمه. معرفش فاكرين ولا لأ، بس أكيد هتفتكر. إحنا عدينا تقريبا على كل الأجزاء دي، بس الشطارة نفتكر مع بعض. تفتكروا auf der rechten Seite في الجانب الأيمن
البداية فوق هتكون بيشير لإيه؟ أكيد شايفين في مجموعة من الكلمات موجودة قدامي فوق، وأنا بختار منها المناسب للتكملة. فباين جدا لأن إحنا مر علينا الأجزاء دي، فاللي نسي ممكن الكلمات دي تكون هيلبس ميتال، وسيلة مساعدة إن هو يكمل أجزاء الجسم. تفتكر تكون أول حاجة إيه؟ نشوف كده مع بعض. ريشتش جاكوب اللي هي الرأس. طيب وبعدين أكيد شايفين السهم رايح فين؟ في الكلمة التانية للرقبة. حد فاكر الرقبة كانت إيه؟ جيناو، شطار، ده هالس. وبعدين بينزل وأكيد بيشير أول حاجة للإصبع اللي هو ده فينجر. وكمان السهم اللي بعديه لحاجة تانية هي كل الأصابع بتشملها اللي هي شطار اللي هي دي هاند. طيب ده بالنسبة لكف الإيد أو الأصابع. طب الذراع نفسها، حد فاكر إيه كان كلمتها أو اسمها؟ ريشتش داقع. خدوا بالكوا اللي احنا بنختاره بنعلم عليه فوق عشان تقل الكلمات، فبالتالي اقدر اكمل باقي الاجزاء بتاعه الجسم اللي هي الكوبرتايلا بشكل اسهل. طيب احنا معلمين على اللي احنا اخترناه فوق. تفتكروا الجزء اللي بيشير لي اخر حاجه او ريشتن زايته في الجانب الايمن من الصوره تكون ايه؟ شطار ما شاء الله. ده الركن اكيد بيشير للجزء الخلفي من جسمه، وده بيكون ركن اللي هو الظهر. طيب نشوف auf der linken Seite ايه الكوبرتايلة اللي احنا نعرفه. اكيد شايفين بيشير لي عين الولد اللي هي تبقى genau das Auge. طيب وكمان اكيد تشوفه كويس. نشوف ايه؟ نشوف كمان الكلمة اللي بعديها وبتشير للأنف. حد فاكر الأنف كانت إيه؟ جناو دي نازل. وبعدين كمل كمان شوية ونزل تحت وبيشير للفم. الفم اللي هو جناو داموند. وبعدين أكيد شايفين بيشير لي جزء في الرأس اللي هو الأذن. تطلع إيه من الكلمات؟ فاضل معانا تقريبا 3 كلمات، باين وباوخ وأور. تفتكروا الأذن تطلع إيه؟ شطار، أور، داس أور. طيب الجزء بقى التاني اللي هو الكلمة اللي تحتيها على طول أكيد باين، بيشير لي البطن. طب البطن تبقى باين ولا تبقى باوخ؟ جناو شطار، اكيد انتوا فاكرين ان هي ده باوخ. والساق اللي عارف كويس هي اخر كلمة اكيد اللي هي داس باين. وطبعا ده فوس اللي هو القدم. طيب احنا لو حد اخد باله اشرنا للكلمات كوبف، هالس، فينجر، هاند، ارم، ركن، أوجه، نازة، مند، أور، باوخ، باين، فوس. تفتكروا الأرتيكل بتاع كل جزء من أجزاء الجسم؟ طبعا jede Körperteil hat ein Artikel، وطبعا الكوبف تطلع ماسكولين دير. فهنمشي كده واحدة واحدة ونشوف كوبف قلنا دير. طب وهالس؟ برضو دير. فينجر دير. هاند دي. ارم دير. ركن برضو دير. والناحية التانية او في دير لينكن زايته في الجانب الايسر اكيد شايفين داس اوج اللي هي العين، دي نازة، جاموند، داس اور، دير باوخ، das Bein und der Fuß.
ليه بنأكد على أجزاء الجسم؟ لأن إحنا محتاجين إن إحنا نعبر بيها عن أوجعنا أو ألمنا. أكيد فاكرين في البداية خالص كان يقول ich habe Kopfschmerzen. Schmerzen قلنا يعني ألم أو وجع. فده شمرتس والجمع شمرتسن. الآلام أو الأوجاع دي مرتبطة بأجزاء الجسم. فلو أنا عندي ألم في الرقبة هقول ich habe وأقول هالس شمرتسن. طب لو فينجر يبقى أكيد فينجر شمرتسن. هاند شمرتسن. يبقى كل اللي بعرفه أو بعمله إن أنا بزود كلمة شمرتسن اللي هي أوجاع أو آلام لأجزاء الجسم. ودي طريقة سهلة جدا إن أنا أربط الجزء اللي هو الكيرباتايل بكلمة شمرتسن. فأقول ich habe Finger Schmerzen, Hand Schmerzen, Arm Schmerzen, Rücken Schmerzen وقيسه على كده باقي الأجزاء. يا ترى بس كده؟ لا، كمان آخد بالي إن زي ما في أجزاء ممكن تبقى حاجة واحدة زي ده ركن أو ده هالس أو حتى ده كوب، في أجزاء فيها ثنائيات يعني ممكن أجمع، زي أكيد تاخدوا بالكم من الصورة اللي جاية. أكيد شايفين دي هاند اللي هي كف اليد فيها فينجر أصابع، وهو محدد لي 5 أصابع. طيب دلوقتي أكيد عارفين إن لما بلاقي عدد يبقى اللي بعديه اسم جمع، عشان كده كل اللي في الصور قدامنا دي أسماء في حالة الجمع. فلو أنا عايز أقول إن أنا كف اليد بتاعي فيه 5 أصابع، فأكيد آخد بالي إن فينجر اللي هي صباع واحد بس في المفرد زي في الجمع. فأقول لو أنا بتكلم عن ال5 أصابع أقول إيش هابي فينف فينجر، واتعلم ان فينجر في الزينجولار المفرد هي زي البلورال الجمع. زي كده هقول ich habe 5 finger. اكيد فاكرين ده القدم، والقدم لو احنا واخدين بالنا كويس كان اسمه فوس. طب لو بتكلم عن القدمين هيبقى فوس ولا تسباي؟ اكيد تسباي. طيب طبيعي إن بعد العدد يجي بلورال جمع، والجمع من فوق تفتكروا يطلع إيه من الكلمات اللي قدامي؟ شطار، أكيد شايفين فوسه يبقى تسواي فوسه، يبقى أين فوس لكن تسواي فوسه. طيب أكيد فاكرين كنا نقول داس أوجه اللي هي عين واحدة، لكن أكيد شايفين دي عين واحدة ولا عينين؟ عينين يعني جمع بلورال. تفتكروا الجمع يطلع إيه من الكلمات الموجودة لكلمة عينين؟ برضو أكيد هقول سواي وأقول ريشتش أوجن، داس أوجن، والبلورال أكيد أوجن. برضو نفتكر إن في عندي كلمة و اللي هي أذن، لكن لما بكون بتكلم عن الأذنين اللي هم جمع أكيد هقول أور ولا جيناو؟ سواي أورن، يبقى فن فينجر سواي فيسه سواي أوجن سواي أورن. وهنا بقدر أميز ما بين السينجولار واللي قدامنا دلوقتي اللي هو البلورال الجمع. بالنسبة لأسنان ده سان يعني سنة واحدة، لكن الأسنان إكمن هو ما كانش مر عليها من الأول كاتبها لي بيعرفني بيها. فيقول ich habe 32 Zähne، سان سنة لكن سنة أسنان. وهنا بيقول الإنسان عنده 32 سنة في الفم بتاعته، فهنا أسنان جمع اللي هي سنة. نفتكر بقى كويس قلنا هاند يعني يد. طب لو بتكلم عن يدين هقول هاند ولا اقول سواي؟ اكيد سواي، واتكلم عن البلورال اللي هي تبقى ريشتش سواي هند، هاند هند.
طيب الذراع arm. طب لو بتكلم عن ذراعين اكيد هقول genau zwei Arme. zwei Arme ده كويس جدا. طيب اخر صورة وفيها كلمة باين، باين اللي هي الساق. طب تفتكر لو بتكلم عن الساقين هقول باين ولا زيش؟ اكيد بتكلم عن باي باين اللي هو الساقين. يبقى احنا اتعلمنا ان في زينجولر فينجر، ولو بتكلم عن الاصابع بقول فين فينجر ما بغيرش فوس، ولو بتكلم عن القدمين بقول زاي فيسي. واكيد شايفين في أوملاوت وايه زادو. داس اوج اللي هي عين واحده، لكن لو بتكلم عن العينين الجمع قلت زاي بزود ان. داس او اللي هي اذن واحده، لكن الاثنين يبقى زاي اوغن بزود اي ان. دات سان سنه واحده، لكن زاي اون درايسيش يبقى تسيني أوملاوت لو تو ايه. دي هاند اللي هو يد واحد، لكن سواي هندي. ودير ارم والجمع اكيد يبقى سواي ار. وبعدين لاست باين والجمع اكيد سواي باين ثقيل. اودر نيترال اللي هو داس، خلاص بقول ماين اللي هي ملكيتي انا، او داين اللي هي ملكيتك انت، او اير اللي هي ملكية حضرتك. فمثلا لو بكلم اخويا اكيد هقول له داين، لكن لو بكلم المدرس بتاعي واكيد في ليميت او في حدود ما اقدرش اتجاوزها اكيد هقول اير حضرتك، بس بشرط يكون جزء الجسم بتاع اخويا يكون ماسكولين او نيوترال اللي هو محايد. ونفس الكلام لو بكلم المدرس بتاعي، لو جزء الجسم اللي انا بتكلم عنه مذكر او محايد اكيد هقول يا جروس، وبالتالي انا عندي 3 ضمائر ملكيه ماين داين اير من غير اي اضافه للماسكولين والنيوترال اللي هو المذكر والمحايد. لكن لو الكيرباتايل ده كان فيمينين مؤنث او بلورال اللي هو جمع، واكيد شايفين الامثله، بقول ماينه داينه ايري، يعني بضيف ايه. نجرب كده نشوف. لو بتكلم عن رأسي ليه انا هقول ماين كوبف، لو بكلم اخويا عن رأسه هقول له داين كوبف، لو بكلم المدرس بتاعي اكيد يا كوبف. ونفس الكلام مع اور لانها دس. طب في حالة المؤنث او الجمع اكيد شايفين هقول ماين نازل ليه انفي انا، لكن لو حد قدامي زي اخويا مثلا هقول له داين نازل، ولو المدرس بتاعي اكيد اقول ايغي نازه. والجمع نفس الفكره ماينه داينه ايغي، زي مثلا مع اوغن. ايه المطلوب مننا في التمرين ده؟ احنا مرينا على اجزاء الجسم، وده تمرين اقوى في الذاكره. انا هنا مش بختار، انا هنا بكتب الكلمات او الكيربرتايل اللي انا عرفتها على مدار الحصه النهارده، ونجمعها مع بعض عشان نقدر نبقى عارفين امتى اقول ماين او داين او اير، وامتى ازود ايه في الفيمينين المؤنث والبلوغال الجمع فاقول ماينه داينه ايغه. نبدا الاول بالماسكولين. النهارده احنا خدنا كلمه كوب، ايه تاني كان ماسكولين مذكر؟ شطار. ده هالس اللي هي الرقبه. وايه كمان نعرفه؟ حد فاكر غير هالس؟ شاطرين. كان دامون. يعني القدم. ايه تاني؟ حد فاكر كويس؟ الجزء الخلفي هو ريشتش فينجر الاصبع، لكن كمان في جزء خلفي من الجسم غير الاصبع، حد فاكره؟ جناو داروكن. ده كله ماسكولين. ايه تاني؟ ايه تاني كان ماسكولين؟ ريشتش داباوخ. وكمان لو حد يفتكر الذراع كانت ريشتش داعم.
ده بالنسبة للماسكولين. النيترال قلنا ده صقوع، وبالتالي أقول ماين أو داين أو إير. طب إيه تاني كان نيترال محايد؟ العين اللي هي جناو داس أوج، وده ماين أو داين أو إير. طب والساق؟ ريشتش باين، داس باين. وإيه كمان؟ برافو عليكم، داس هار، وهنا أقصد بيها شعرة واحدة بس مفرد. طب بالنسبة للفيمينين المؤنث كانوا كلمتين، هو الحمد لله قال لي كلمة، تفتكروا إيه غير نازة؟ شطار ما شاء الله، هند. فأقول ميني أو دايني أو أكيد إيغا، وبعدين أكيد نوصل للجمع، وهنا هتبقى سهلة قدام المفرد وأقدر أقول الجمع. فنمشي كده واحدة ونشوف، أوجن، باين، فينجر، وكمان أرم، هند، نازل، وأكيد هار. ده هيساعدني كتير للجزء اللي جاي. ايه الجزء اللي جاي؟ لو حد بص كويس ده جزء هيرن، والهيرن هنا مديني تسواي ديالوج ا اون بي. هنسمع الاول ا مرتين عشان نقدر نفهم ايه الحوار، وبعدين بي نسمعها مرتين، وبعد كده نعمل فاري ايرن. على اي اساس هنعمل فاري ايرن؟ اكيد شايفين دو يعني حد في سني بكلمه، او حد في سابق معرفة بيني وبينه، فاقول داين او دايني. فاكيد شايفين في الجزء الايمن بيقول داين فوس، داين باين، دايني هاند، داين اوجر. لكن زي اللي هي زي جروس اكيد بتكلم عن حد في ليميت او في احترام متبادل او غير سابق معرفة، فبالتالي بقول ايه فوس، ايه باين، ايه هاند، ايه اوجن. واكيد شايفين بضيف الايه في حالتين، في منين لو الكلمه زي هاند او اوجن، وطبعا بحذف الايه او بخليها اصليه داين اير، كلام ماسكولين او نيوترال. اكيد هنقدر نميز بين دو وزي. هنسمع كده مع بعض المره الاولى عشان السماعي أكيد هيساعدنا كتير في النطق. نسمع كده أول مرة. Schritt A, A2, A. Oh, Ihre Hand sieht ja schlimm aus. Ja, sie tut auch ganz schön weh. Nehmen Sie das hier. Das hilft gegen die Schmerzen. تمام، دي أول مرة. هنسمع المرة التانية وهنسأل سؤال بسيط جدا، بس الأول نسمع المرة التانية. Schritt A. A2 A. Oh, Ihre Hand sieht ja schlimm aus. Ja, sie tut auch schön weh. Nehmen Sie das hier. Das geht gegen die Schmerzen. Genau. حد أخذ باله من حاجة؟ إن هنا بيتكلم تملي بصيغة الاحترام، اللي هي زي وإيه. واضح إن هو ما فيش سابق معرفة بينهم أو مش يعرفوا بعض عن قرب، فبالتالي بتتكلم بصيغه او الفورمال اللي هو الصيغه الرسميه. طيب نشوف الديالوج الثاني بي، ونقدر نحدد اذا كان صيغه برضه رسميه ولا في معرفه او في صيغه ثانيه نعرفها. نشوف كده وان شاء الله تكون سهله. نسمع برضه مرتين وقولوا لي. بي، wie siehst du denn aus? Dein Fuß ist ja ganz dick. Ich habe auch starke Schmerzen. Dann geh doch zum Arzt. تمام، نسمع للمرة الثانية وأكيد إن شاء الله هيكون الكلام سهل، بس نسمع كده وقولوا لي دي أنه صيغة. B. Wie siehst du denn aus? Dein Fuß ist ja ganz dick. Ich habe auch starke Schmerzen. Dann geh doch zum Arzt. كويس جدا. أكيد شايفين الديالوج B واضح جدا ان في سابق معرفه بينهم، وبيتكلموا بصيغه دو، عشان كده قال دو وقال داين فوس. ده كويس قوي، لكن الشطاره ان انا وزمايلي
في الفصل نقدر نغير أجزاء الجسم. يعني هنا بيتكلموا في أول ديالوج عن الهاند، طب لو غيرت قلت باين أكيد هقول إير ولا إيرة؟ يا باين، لأن باين راس. حد واخد باله؟ ونفس الكلام لو قلت فوس هقول يا فوس، لأن أكيد فوس ضيع. في الديالوج بي هو بيتكلم عن أرم وبيتكلم عن هاند. طب في الديالوج الأصلي بيقول فوس، فلو قلت هقول داين أرم. طيب لو قلت هاند آخد بالي إن هاند دي فيمينين وأقول داين ولا دايني؟ دايني. يفيدني بإيه الكلام ده؟ أكيد هيوصلنا لخطوة تانية من الكلام بتاعنا النهاردة، وهو تمرين هيكون مجمله سهل. إيه التمرين؟ مديني ضمائر الملكية وعايزني أكمل بيها. كل صورة آ أو بي أو تباعًا هتلاقوا باقي الصور فيها صورة، ومن الصورة بقدر أحدد إذا كان في سابق معرفة أو مفيش. لو مفيش سابق معرفة بقول إيه أو إيه حسب أداة الكلمة اللي بملكها. لو مفيش أكيد بقول، لو آسف، لو في سابق معرفة بقول داين أو داين، لكن لو مفيش بقول إير أو إير، ولو بتكلم عن نفسي أكيد بقول ماين أو ماين. طيب بالنسبة للصورة آ والديالوج بتاعها بتقول لها تاك فراو مولر، تفتكروا هتقول دايني ولا إيري؟ شطار، إيغي. ليه إيغي؟ لأن أنا بكلم فراو مولر، وأكيد الصيغة بتاعت الاحترام لفراو مولر هقول لها إيغي ابنة حضرتك. طب لما هي ترد أكيد إحنا عارفين أنت بقى أنا اللي هي جيناو ماينه كلاين شفستر، اللي هي بنتي او اسف اختي الصغيره. تسالها دي ابنه حضرتك؟ فقالت لها ناين داس ايست ماينه كلاين شفستر، لا دي اختي الصغيره. واضح؟ طب الصوره بي بقى اكيد شايفين دول كبار ولا صغيرين؟ جيناو دول مستر، واضح ان هم صغيرين وفي سابق معرفه وبيتكلموا عن شخص ثالث اللي هو راكب العجله. تفتكروا يقولوا ايه؟ ريشتش داين برودر. وطبعا لما بقول داين مش بقولها كده بشكل عشوائي، ببقى عارف كويس ان برودر ده اداته دير، وبالتالي اقول داين. طب لو بتكلم عن شبستر ولا بتكلم عن اي جمع اكيد اقول داين، بس اكمن ده برودر ماسكولين فاقول داين بس. ودي الفكره، ماسكولين نيوترال ما بضيفش، داين ماين اير. لكن فيمينين او بلورال اكيد بقول دايني ماينه ايغي. طيب بناء على اللي احنا قلناه وقال داين، تفتكروا الاجابه تكون ايه؟ ريشتش ماين برودر. بتقول لها دو يوليا، واكيد شايفين بتكلم بصيغه دو، بتكلمها يوليا ده اخوكي؟ فقالت لها ناين داس دوخ نيشت ماين برودر، لا ده مش اخويا. واضح؟ طيب اللي جاي أكيد شايفين تمرين تاني بنكمل فيه، في بيلدت سي في بيلدي، وعايزني أكمل الفراغات بي ماين أو داين أو إير، ميني أو داين أو إير حسب. نشوف كده، وأكيد نمرة سي مش هتكون صعبة خالص، بس ورونا كده الشطارة وقولوا لنا. معاكم دقيقة تفكروا ونبدأ على طول عشان نقدر نكمل باقي التمرين. اقرا كويس، والدقة في القراية هي اللي تحدد لي إذا كنت بكلم عن نفسي أو عن حد تاني. أو أكيد بتفهموا كويس السياق بتاع الكلام لأن دول اتنين بيتكلموا، وطبعا شايفين بيشاوروا على الصور، يعني أكيد بيتكلموا عن حد يخصهم أو يعرفوه في الصور. طيب لما أكون بتكلم عن حد يخصني أكيد هقول ريشتش ماين أو ميني. طيب بالنسبة لأول فراغ تفتكروا يكون ماين ولا ميني؟ شطار، أكيد فاكرين أفراد العائلة اللي إحنا خدناها في سنة أولى، شفستر اللي هي أخت، اتفقنا أفراد العائلة المؤنث فيها بيكون مؤنث، فشفستر دي أخت،
فهتقول ماين ولا ميني؟ شطار، هتقول داس ايست ماين شويستر مريم، اللي هي اختي مريم. تشاور على اختها في الصوره بتقول دي اختي مريم. فبتسالها اون داس، وده اللي هي الصوره الثانيه، زند داس نوات الترن، واكيد عارفين الترن دي جمع ولا مفرد؟ ريشتش جمع، فبالتالي اقول دايني. طب لما تقول لها ايوه، بعدين اكيد هتتكلم عن مين؟ تتكلم عن حد تاني موجود في الصوره اللي هو مايني ليرارين. يبقى انا قلت مايني او دايني مش بمزاجي، حسب الاسم اللي جاي بعد الملكيه. فشفستر الترن ليرارين، اكيد عارفين شفستر ليرارين دول فيمينين مؤنث، والالترن دول بلورال جمع. فسواء مؤنث او جمع انا بضيف ايه؟ بقول مايني او دايني. طيب اللي جاي اكيد شايفين بيكلم توبياس. ماما بتكلم توبياس، بتقول له فارت مال، انتظر. طيب فرويندين، اكيد عارفين اي ان في الاخر يعني مؤنث فيمينين. طيب بالتالي لما هتكلم توبياس هتقول له داين ولا دايني؟ ريشتش، اكيد هتقول له دايني فرويندين زيلكا، صديقتك زيلكا، ايست ام تليفون، على التليفون. طب هو بينفي ان هي صديقته، فاكيد هيقول لها داس ايست دوخ نيشت ريشتش مايني فرويندن. وهنا اكيد شايفين فرويندن في منين، فاقول دايني او مايني. ودي الصوره دي. ما زلنا معانا او لسه في التمرين، وان شاء الله يكون سهل ونتعلم منه حاجه. الصوره ايه؟ اكيد شايفين اوبدن بيلد ايه؟ اتنين في الصوره، واضح ان هم بيتكلموا بصيغه احترام لان قلت لها فراو شولتز، وبالتالي اكيد لما هتكلمها هتقول لها داين ولا ايا؟ جنو، اكيد هتقول ايا. تقول لها اين مومنت، لحظه بيت فراو شولتز، من فضلك يا فراو شولتز، يا مان است ام تليفون، زوج حضرتك على التليفون. فقالت لها دانكي فراو شنايدر، واضح جدا ان في احترام متبادل بينهم، بيتكلموا بصيغه مهذبه، فقالت لها يا من. طيب السؤال، ليه ما قالتش ايغه؟ جناو، احنا عارفين من اللي هو الرجل او الزوج ده ماسكولين دير، وبالتالي اقول اير بس. لكن امتى كنت اقول ايغه؟ لو بتتكلم زي ما قلنا من شويه عن فويندن صديقتها مثلا، او شفستر اختها مثلا، كنت قلت ايغه شفستر او ايغي فويندن مثلا. كويس؟ طيب التمرين اللي جاي اكيد شايفين اتنين في السن بعض، يبقى اكيد هيتكلموا بصيغه دو ولا اير؟ دو. الاهم بالنسبه لي بقى، اكيد ممكن اقول داين او دايني. تفتكروا لما الاقي كلمه اوجن، كويس، اقول داين ولا دايني؟ ريشتش دايني اوجن. تقول لي طب انا ممكن بنسى، هي اوج مفرد ولا اوجن هي اللي جمع؟ انت عارف اوج كويس، مجرد ما تلاقي اوج دي زاد لها حرف زي ان، يبقى اكيد ده الجمع بتاعها. طب مش باخد بالي، خد بالك من تصريف الفعل، هو قال ايست ولا قال زند؟ زند، يبقى انا اكيد بتكلم عن حاجه جمع، والجمع اكيد يخليني اضيف ايه، فاقول دايني اوجن، داين اوجن زند يا جانس جرون، بيتكلم عن لون العينين بتاعتها او البنت اللي قصاده، وبيقول لها جرون، جرون يعني اللون اخضر، يعني لونها اخضر قوي يعني جانس. طيب نوصل بعد كده لاخر صورتين في التمرين، جي وها، واكيد شايفين بيقول زند. زند يبقى لازم ضمير الملكيه لو حد بياخد باله اخره ايه. طب تفتكروا الناس اللي راكبين في القطر دول، واضح انها صوره في قطار يعني، وبتتكلم على السايد شريفتن اللي هي المجلات، اللي هي مفرد ولا جمع؟ شاطرين اكيد جمع، لان قال ايست ولا زند؟ زند. تفتكروا هتقول لها دايني ولا ايري؟ شاطرين، ايري، لان انا بتكلم مع حد ما فيش سابق معرفه بيني وبينه. قلت لها دي المجلات بتاعت حضرتك؟ فطبعا نفت وقالت لها ناين، يعني مش بتاعتها. طيب نكمل كده، واكيد شايفين
السيدة اللي واقفة دي معاها أولادها وبتكلم موظف أم شلتر في شباك التعامل مع المواطنين، فأكيد الموظف ده مفيش سابق معرفة بيني وبينه، فبالتالي هيكلمني بصيغة احترام. فلما هيجي يكلمني، تفتكروا مع الكيندر الجمع هيقول إير ولا إيغي؟ طبعا طالما في صيغة احترام هيقول إيغي، لأن كيندر اتفقنا جمع، والجمع اللي هو البلوغال أو حتى المؤنث بضيف إيه، فأكيد نقول ريشتش وي ألتن إيغي كيندر، يعني كم عمر أبناء حضرتك؟ فقالت له زيبن أند ألف، في حد صغير أكيد شايفين ده زيبن 7، والبنت الأكبر دي أكيد تبقى 1000. ليه كل الكلام ده؟ عشان نقدر نوصل إن إحنا نقدر نحل الأسئلة اللي بتيجي في الامتحان. في الامتحان بيجي ده كسؤال جراماتيك، والجراماتيك أكيد تعرفه كويس. بيجي أوز فيلي إيبونج، تمرين اختياري. بيديني جمل ومطالب إن أنا أختار إجابة صحيحة من 4 إجابات. يقول لي كده فيلي أن ريشتك أند فورت أوز، اختار إجابة صحيحة من إيه؟ عاوز دن فير انت بوت من الاجابات الـ4 او الفير موجلش كايت الامكانيات المتاحه اللي هم الـ4 كلمات اللي قدامي دول. طبعا دول مش تمرين واحد او جمله واحده، دول 5 جمل. هنديكم 2 دقيقة تقروهم الاول، وخلوا بالكم تملي، انت بتكلم حد في سنك ولا بتكلم حد كبير؟ حد في سنك يبقى اكيد تقول داين او دايني حسب الحاجة اللي هتملكها، ماسكولين أو نيوترال أقول داين، فيمينين أو بلورال أقول دايني، ده لو في سني. لكن بتكلم في حد في بيني وبينه صيغة احترام أو ما فيش سابق معرفة، أكيد بتكلم بصيغة إير، وبرضه بقول إير مع الماسكولين أو نيوترال، وأكيد شفتوا الأمثلة اللي إحنا عملناها على مدار الحصة. ولو مؤنث أو جمع أكيد بقول إيغي. تمام؟ ركزوا وخدوا بالكم، سواء في السؤال دايل أو إير، في الإجابة أكيد برد بماين. طب لو دايني أو إيري، أكيد في الإجابة برد بمايني، لأن أنت أو حضرتك إجابتهم أكيد ماين أو ماين، حسب ماين للماسكولين أو النيوترال اللي هو المذكر والمحايد، وميني أكيد للفيمينين أو البلورال اللي هو الجمع. طيب نبدأ كده مع بعض، ويا رب ما تكونش حاجة صعبة خالص. أول حاجة بيقول نادا إس داس، ومديني فيا موجلش كايتن، وقايل فاطر. طبعا قال له يا ماين فاطر. تفتكروا نادر ده اللي هو بعديه كوما، ده حد ليه سابق معرفة؟ طالما نادر من غير هير يبقى اكيد ده حد اعرفه، لكن لو في حد معرفوش او ما في سابق معرفه اكيد هيقول بي هير او فراو. فنادر ده اكيد هقول داين او داين. تفتكر يكون داين ولا دايني؟ ريشتش داين، لان فاتر ده اكيد عارفين ماسكولين. نمرة 2 اكيد عارفين كويس. بيقول هير هانز في هايست نو ادرودر، هير هانز يبقى اكيد اقول شطار، إيا برودر، عشان برودر ده ماسكولين. نمرة 3 بولس دو هير، أكيد شايفين دو، دو في الإجابة تبقى أنا يا إما ماين يا إما مايني. تفتكروا مع هاوس؟ ريشتش ماين هاوس، عشان هاوس ده نيوترال. طيب نمرة 4 فراو هبة، وأكيد هكلمها بصيغة احترام اللي هي إير ودا إيري. ولما الاقي هاند ريشتش اكيد اقول ايغي هاند تود في. اخر جمله واكيد تكون سهله، لان بكلم هاني واكيد ده حد في سابق معرفه، ما قالش هير هاني. تفتكروا هقول داين ولا اير؟ ريشتش اللي عارف كويس يقول داين. ليه؟ عشان جيبوت ستاك ده دير، ده كلام كويس جدا واكيد يخليني مطمن ان اقدر احل اسئله الامتحان. لكن
الموضوع عندنا هنا مش الامتحان خالص، أنا بتعلم لغة عشان أمارسها في الواقع. حاول كده أنت وأصحابك الفصل تعملوا الكتن شبيل دي. إيه الكتن شبيل دي؟ أكيد شايفين التلاتة اللي قدامنا دول، دول تلاتة زيكم مثلا قاعدين مع بعض. فأول واحد بيتكلم بيشاور على الاتنين التانيين فين أجزاء الجسم، لأن هم حضروا معانا الحصة النهاردة. فلما يسمعوا ماين أرم وهو بيشاور على قدمه هيقتنعوا؟ لا، الست قالت داس إست نيش داين أرم، ده مش ذراعك، داس إست داين فوس، دي القدم بتاعتك. وبتكمل السلسلة بتشاور على بطنها وبتقول ماين كوب، يعني بتشاور على مكان غلط، تختبرهم. تود في طبعا داس إست داين باوخ، دي بطنك، وبعد كده يكمل باقي السلسلة. الهدف من السلسلة دي إن أقدر أتكلم عن نفسي وأبقى عارف حقيقة الجسم بتاعتي، عارف إن ماين كوب في رأسي، أو عارف إن ماين باين الساق بتاعتي، أو ماين ركن ظهري، وعارف كمان اللي إحنا قلناه من أول الحصة خالص، أقول آلامي في الجزء من الأجزاء ده إزاي؟ ممكن أقول إشهاب وأقول الجزء وأقول شمرتن زي إشهاب كوب شمرتن، أو أقول زي ما الست قالت كده ماين كوب تود في، بس في الحالة دي مش هشاور على بطني، هشاور على رأسي ماين كوب تود في، لأن أنا عارف إن كويس كوب في عن رأس. طب لو بطني أكيد أقول ماين باو. فكرة جميلة جدا، حاولوا تعملوها تخليكوا تحفظوا أجزاء الجسم بشكل كويس، لأن أنت أكيد ممكن تروح لألمانيا، في ألمانيا للدكتور، وتبتدي تكلموا عن وجع عندك في جزء من أجزاء الجسم. لغاية كده أكيد وصلنا لنهاية حلقتنا، ويا رب تكون حلقة جميلة ونكون استفدنا بيها. ونقول لكم في نهاية حلقتنا تشوس بيس نيكست مال، كان معاكم النهاردة ياسر عبد الرحمن، وحلقتنا النهاردة اترجعت من هيرش حياة سلمان. ويا رب تكون حلقة جميلة وتكون ساعدتم بيها، ونستناكم إن شاء الله في حلقات تانية تكون أكثر فائدة وتكون ممتعة أيضا.